اشتعلت حرب جديدة بين المغرب والجزائر، وتطورت الأمور إلى أزمة بين المغرب وشركة أديداس التي أمهلها المغرب 15 يوماً لسحب قمصان منتخب الجزائر لكرة القدم بدعوى أن تصميمها مستوحى من نقوش الزليج المغربي، وأن استخدامه في قمصان الجزائر هو سرقة ثقافية وفق ما أفاد به محامي وزارة الثقافة المغربية رداً على نشر أديداس لصور طقم جديد من قمصان ثعالب الصحراء، معلقاً بأنها مستوحاة من التاريخ والثقافة ومن التصاميم العريقة لقصر المشور بمدينة تلمسان الجزائرية، ما دفع وزارة الثقافة المغربية للرد باعتبار أنها مأخوذة من أنماط من الزليج المغربي وتم نسبها زوراً للجزائر. فهل سترضخ أديداس لطلبات المغرب؟